صباح الخير كي جي تو، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض حرف جديد، بس قبل ما ناخد الحرف الجديد تعالوا نراجع مع بعض الحروف اصحابنا اللي فاتوا عشان ما ننساهمش. يلا بينا. دلوقتي اهو معانا كي جي تو حلوين اصحابنا الحروف. أول حاجة معانا عندنا إيه؟ عندنا حرف الألف. الألف يا مش سارة عليها فتحة، صوتها إيه؟ صوتها آه، صوتها إيه؟ صوتها آه. طب ألف عليها ضمة، صوتها إيه؟ صوتها أو. ألف تحتها كسرة إيه؟ بس الألف دي يا مش سارة شكلها غريب قوي، دي اسمها همزة على نبرة. همزة على إيه؟ على نبرة. إحنا هندرسها مع بعض قدام شوية، بس ايه، بس برضك الالف بتاعتها، الهمزه بتاعتها بنحط تحتيها ايه؟ كسره على طول. طيب، طب احنا قلنا ا او اي. طب المد بقى من الصوره، الحركات الطويله والاصوات الطويله، ها ا او اي. والاي شكلين، مره ياء بطه ومره ياء عاديه حسب شكلها في الكلمه. يلا ا او اي. طيب دلوقتي معانا كمان الحرف اللي بعده، حرف الايه؟ حرف الميم. ها، ما مو مي، دي اصوات قصيره. طب الاصوات الطويله، ما مو مي، با بو بي، اصوات طويله، با بو بي، فا فو في، طويل، فا فو في، نا نو ني، أصوات طويلة، نا نو ني، لا لو لي، لا لو لي، ح حو حي، ح حو حي، ر رو ري، ر رو ري، ت تو تي، ت تو تي، س سو سي، س سو سي، جا جو جي، جا جو جي، ز زو زي، ز زو زي، د دو دي، د دو دي. كده احنا رجعنا مع بعض الايه، الحروف اصحابنا اللي فاتوا بالحركات القصيره والحركات الطويله. طيب دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض الحرف الجديد اللي هناخده، اسمه حرف ايه من الصوره؟ اسمه حرف القاف. قاف، ق بي كو، ق بي كو. حرف القاف شبه حرف الفاء، بس ايه، ايه بقى الميزه عنده؟ الميزه عنده ان هو ما بيتكتبش على السطر يا من الصوره، بيبقى تبقى الدايره فوق السطر وانزل بيها تحت السطر. اوعى تنسى النقطتين، ك كو كي، ك كي كو. طيب ايه الحركات الطويله بتاعته؟ ها، ك كي كو. مد الالف دايما الحرف اللي قبليه عليه فتحه، مد الياء الحرف اللي قبليه تحتيه كسره، مد الواو الحرف اللي قبليه عليه ايه؟ عليه ضمه. طيب تعالوا نشوف اشكال حرف القاف. حرف القاف الاول في اخر الكلمه بيبقى بالشكل الكبير دوت لو قبليه حروف ايه؟ منفصله. طب لو قبليه الحروف العاديه اصحابنا بيبقى طالع منه ايد صغيره، ولو في وسط الكلمه يا مساره بيبقى ايه؟ بيبقى في قلب ايده اتنين، وفي اول الكلمه بيبقى عنده ايد واحده. طب يلا نشوف بقى اصحاب حرف القاف وهو عليه فتحه. ق عندنا ايه؟ قفص، قصر، قش، قلب، قدم، قمر، قلم. يلا تاني، ق قفص، ق قصر، ق قش، ق قلب، ق قدم، ق قمر، وق قلم. طيب القي عندنا ايه؟ قي قفل، قي قرد، قي قطار، قي قطه. طب القو عندنا قو قنفذ، قو قفاز، كو قرنفل. قرنفل اللي هي زهرة القرنفل. تاني، كو قنفذ، كو قفاز، كو
قرنفل. طيب تعالوا نشوف بقى كلمات جميلة لحرف القاف. أول حاجة عندنا كلمة ورقة. ورقة قبلها فيها حرف القاف أهو، قبلها حرف الراء من الحروف المنفصلة، يعني حرف القاف مش هيمسك في الراء. صندوق حرف القاف في آخر الكلمة. قمح حرف القاف في أول الكلمة. سوق حرف القاف في آخر الكلمة. ميقاس حرف القاف وسط الكلمة، فارق ايديه الاتنين، ماسك في الميم وماسك في الصاد. قصر في أول الكلمة حرف القاف. صقر في وسط الكلمة. حقيبة في وسط الكلمة. أقلام في وسط الكلمة بس قبليه حروف حرف من الحروف المنفصل اللي هو حرف الألف. طب يلا نفتح مع بعض البوكلت على صفحة كام؟ صفحة 54. عندنا حرف القاف، هنكتب مع بعض قا قي كو، ونكتب حرف القاف عليها سكون. طبعا هنكتب في الكلاس الجزء الأولاني، وفي الهومورك الواجب بنكتب الجزء الثاني. طب يلا بينا دلوقتي هنحل مع بعض الايه الصفحه اللي بعديها في حرف القاف. قلم، احنا دلوقتي القلم يا مستر، نطلع القلم بتاعنا عشان نكتب. يلا نكتب مع بعض قلم. يبقى هنكتب ايه؟ حرف القاف في القلم وعليه ايه؟ وعليه حركه الفتح. ق قلم. طيب قطه، نكتب حرف القاف وتحتي حركه الكسر. ها قنفذ، نكتب حرف القاف وعليه حركه الايه؟ الضم. ها صقر، صقر صقر، وقفت على ايه؟ وقفت على القاف يبقى عليها سكون. قاف عليها سكون. طيب ها يلا نوصل هنا. قفاز، ادي كلمه قفاز، نطلع القلم الجميل بتاعنا. نوصل القفاز بكلمه قفاز. ها قمح، نوصلها بكلمه قمح. قطار، هنوصلها بايه؟ بقطار. شاطرين جدا كي جي 2. يلا بينا الصفحة اللي بعدها. عندنا ده كي جي 2 الواجب، مش هنحلوه مع بعض دلوقتي، هنحلوه مع بعض بعد انتوا ما تحلوه السيشن الجاية ان شاء الله. قدم، ق قدم. قنديل، قي قنديل. ها قرصان، قو قرصان. ها طبق، طبق، نكتب حرف القاف. عندنا كمان قرد، قي قرد. عندنا كلمة قرد وقفل، كلمة قفل. وقفص، كلمة قفص اهي. وعندنا كمان كلمة قلب. يلا نقرا مع بعض كي جي 2. انا احب الايه؟ القطة. انا احب الايه؟ القرد. تاني، انا احب القطة، انا احب القرد. دلوقتي كي جي 2 هناخد مع بعض حاجة اسمها ايه؟ التاء المربوطة المنفصلة والتاء المربوطة الايه؟ المتصلة. يعني ايه التاء المربوطة؟ التاء المربوطة دي يا مستورة بتبقى ايه؟ المنفصلة بتبقى ما بتبقاش ماسكة في أصحابها خالص، بتبقى بعيدة عنهم شوية، لكن المتصلة بتبقى ايه؟ بتبقى ماسكة في أصحابها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنفصلة قبلها ايه؟ قبلها الحروف الشقية. يلا نقول مع بعض الحروف الشقية. هي أول حروف الشريرة الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. تاني، الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. اهي الالف والدال والذال والراء والزاي والواو، يعني التاء المربوطه المنفصله قبلها ايه؟ قبلها الحروف الشريره. زي كلمه امراه، دوده، قهوه، نظاره، عنزه، شجره. طيب التاء المربوطه المتصله قبلها ايه؟ قبلها حروف اصحابنا بقيتهم بقى، اللي هم باقي الحروف بتاعتنا بتاعت اللغه العربيه. ها عندنا كلمه دجاجه، زرافه، زجاجه، حديقه، مدرسه، جميله. طيب تعالوا نحل مع بعض التدريبات. عندنا هنا كي جي 2 كلمة ايه؟ كلمة ها قطة. قطة، احنا عايزين دلوقتي نكتب مع بعض كلمة قطة، نشوف التاء بتاعتها منفصلة ولا متصلة. يلا بينا. الطاء من الحروف الشائية؟ لا مش من الحروف الشائية، يبقى التاء بتاعتنا ايه؟ تاء مربوطة ايه؟ متصلة. تاء مربوطة متصلة، هنعمل تاء مربوطة متصلة كده جميلة اهي، بس هي نازله تحت شويه مفيش مشكله. طب بقره، بقره، الراء من الحروف الشائيه؟ الالف والدال والذال الالف والدال والذال والراء والزاي والواو. ها يبقى تاء مربوطه منفصله. سياره، الراء من الحروف الشائيه، تاء مربوطه منفصله. دراجه، تاء مربوطه متصله. شاطرين جدا. طيب يلا نكتب التاء المناسبة في ايه؟ في الصور الجميلة دي. دي صورة ايه؟ بطة، بطة.
فيها طاء وفيها تاء مربوطة بعديها، يبقى تاء مربوطة ايه؟ متصلة. طب دائرة، ر فيها راء قبل التاء المربوطة، يبقى تاء مربوطة منفصلة. حقيبة، حقيبة فيها باء، يبقى تاء مربوطة ايه؟ متصلة. دودة، ده دودة فيها دال، الدال من الحروف الايه؟ الدال من الحروف الشريرة او الشقية، يبقى تاء مربوطة ايه؟ منفصلة. طائرة، ر ر فيها راء، يبقى تاء من الحروف الدال من الحروف المنفصلة، التاء المربوطة منفصلة. دو بومة، بومة م يبقى الميم، يبقى التاء المربوطة من الحروف الايه؟ من التاء المربوطة المنفصلة المتصلة. طيب معانا ايه كمان؟ معانا ذرة، الراء من الحروف الشريرة، يبقى حاجة التاء مربوطة منفصلة. قطة، قطة الطاء من الحروف الايه؟ المتصلة، يبقى تاء مربوطة متصلة، طالع منها ايد صغيرة عشان هتمسك في اصحابها. شاطرين كي جي تو، شطار جدا. نمسح مع بعض عشان ندخل على الصفحة اللي بعدها. احنا النهاردة كده يا كي جي تو اخدنا مع بعض ايه؟ اخدنا مع بعض حرف القاف، واخدنا مع بعض راجعنا الحروف اللي فاتت كلها بأشكالها وأصواتها القصيرة والطويلة، وكمان اخدنا مع بعض التاء المربوطة المنفصلة والمتصلة، ونشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في سيشن جديد. باي باي.